الشوط الثاني عشر على بركة الله ينطلق وتعلن انطلاقته في هذه اللحظات، شوط الختام. وحتى نلتقي بكم في يوم الغد في تمام الساعة 5:45 في الفترة الصباحية الخاصة بأشواط الحقائق ضمن فعاليات هذا المحلي الخامس في سباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا الدعم اللامحدود من اللجنة المنظمة في وهذا الترتيب وهذا الجهد الذي يقام من اللجان المنظمة برئاستهم سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. شكرا يا أبو عبد الله على هذا الدعم والتواجد الميداني في اهتمام هذا الموروث الكبير، موروث رياضة الآباء والأجداد. أيها الحفل الكريم، هنا ينطلق شوط الختام وناخذ المركز الأول ومقدمة الشوط. يا سلام، وصلت في المركز الأول قناعة، قناعة في مقدمة الشوط لهجن الشحانية والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري. المركز الثاني حماس، وصلت على المركز الثاني. ياهو اسم جميل، اسم ثقيل على أسماء الهجن، اسم مميز يعرف الكل. حماس، حماس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، المضمر محمد بن برقان بن مزارع. المركز الثالث أو الثاني مواقيف، وصلت على المركز الثاني أو مواقيف على المركز الثاني لصاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن فهد بن جنوي آل سعود. مرحبا بك يا أبو تركي في هذه المشاركة في أرضية ميدان التحدي. المضمر عبد الله بن محسن بن علي بن طيساب بن ديله. يا سلام، ناخذ المركز تشوف اللي تدخلت في هذه اللحظات. شريعة وصلت على المركز، أو شريعة على المركز الثاني لسعادة الشيخ جعاب بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني، فهد بن سالم بن مسعود المري. ناخذ اللي تدخلت، والله في أسماء جديدة تتدخل في هذه اللحظات وهذه المتحدة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المضمر حمد بن لزيوح المري. يا سلام، ناخذ الرابعة وهذه مبعدة لهجن الشحانية، مضمر حمد بن علي بن حلفان المري. يا هي أسماء مميزة، يا هي مشاركات متميزة، وهذه انطلاقة الصغار وانطلاقة سن الحقائق. 3 كيلومترات بداية هذا الموسم، تمنياتنا ترافق الجميع دائما في المحليات وفي المهرجانات الكبيرة. أعود إلى حماس، حماس 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 في مقدمة الشوط 1200، وحماس متصدرة الموقف، متصدر الموقف بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن خالد آل ثاني اللي كان له دور كبير في المحلي الماضي في مثل هذا السن، خطف أشواط هنا في هذا الميدان. هذه حماس ممر محمد بن برقاب بن مقارح، ولكن شوفوا اللي غيرت هذه المتحدة، المتحدة تتحد مع نواميس هذا المساء بشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضمن حمد بن الزيوح. شوف الواصلة مبعدة لهجر الشحانية، ضمنها حمد بن علي بن حلفان المري، وهذه غاية أيضا، غاية باحثة عن الفوز، غاية لهجر الشحانية حمد بن علي بن حلفان المري. وفي المركز الرابع مواقيف لصاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن فهد بن جلوي آل سعود. يا سلام، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط المتحدة، المتحدة. يا هل ترى شوط الختام سوف يسجل باسم من من هذه البكاء، باسم من من هذه البكاء؟ هذه مبعدة اللي تحركت. يا سلام، انطلقت مبعدة ما شاء الله، وبرفقتها هذه غاية، غاية تلاحقها، تلاحقها للعزبة سيدة مباشرة، مباشرة إلى العزبة لشوط الختام. يا سلام، تهانينا لهجر الشحانية وللمضمر حمد بن علي بن حلفان. انطلقت مبعدة، انطلقت مبعدة تحاول تباعد المراكز، تحاول تباعد المسافة ما بينها وبين غاية، ولكنهن كلها في عجبة واحدة لهجن الشحانية. الناموس دائما مع هجن الشحانية في كل الأحوال. تهانينا لحمد بن علي بن حلفان المري الذي فاز معنا في هذا الشوط الختام، وختامها مع غاية ومبعدة في شوطنا هذا. تهانينا وناموس. المركز الثالث
وصلت المتحدة بشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الثاني المركز الرابع قناعة لهجرة شحانية حمد بن حلفان المري المركز الخامس زعفران لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني علي بن حمد بن مقارح المري مضمرا لزعفران تهانينا والناموس لكل الفائزين وناخذ التوقيتات الزمنية لحظة الوصول ولحظة الفوز ثانية 85 جزءا من الثانية توقيت مبعدة وتوقيت غاية 4 دقائق 46 ثانية 17 جزءا من الثانية تهانينا لهجر الشحانية ولحمد بن حلفان المري المركز الثالث وصلت المتحدة بشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الثاني وتوقيتها الزمني لحظة الوصول 4 دقائق و49 ثانية و64 جزءا من الثانية إذا وصلنا